للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن تنضم إلي عبر الهاتف من عمان سعادة السيدة حنان فردان عضو مجلس النواب. أرحب بك أستاذة حنان في نشرة أخبار الثالثة. إذن ما أبرز يعني ما قام به وفد مجلس النواب خلال مشاركته في إطلاق هذه الوثيقة المهمة، الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية؟ مساء الخير، شكرا لتلفزيون البحرين على هذه الاستضافة الكريمة. اليوم كنا في زيارة إلى معالي السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التعرف على مجلس الأعيان عن قرب وأنظمة المجلس، كما تم مناقشة إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية والتي تحتوي على بنود عديدة. هذه البنود تفضي إلى تمكين المرأة، وما يجدر ذكره بأن هذه البنود هي مشابهة لحد ما إلى جهود مجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، واللي تهتم بتمكين المرأة وإيصالها إلى الريادة. طبعا في خلال هذا الاجتماع تم مناقشة إيجاد آليات لتنفيذ بنود الوثيقة المرأة البرلمانية، وتم التوافق على عقد مؤتمر عربي لترجمة هذه النصوص وعكسها على تشريعاتنا في الدول العربية. كذلك تم التطرق إلى ضرورة عمل دراسات لقياس أثر هذه الوثيقة على الدول العربية، وأتطرق إلى الحاجة إلى وجود لجنة دائمة إلى المرأة والتي تعني بتمكين المرأة دائما وأبدا. كما نتطلع إلى أن تكون هذه الوثيقة ملزمة وتكون مرجع أساسي إلى جميع الدول. طبعا إحنا في الوقت اللي تم إطلاق فيه هذه الوثيقة البرلمانية، وإحنا كممثلين للشعوب ندعو الله أن يزيل هذه الغمة على هذه الأمة العربية، وأن تكون من دون حروب ونزاعات، ونخص بالدعاء أشقائنا في فلسطين ولبنان الذين يواجهون أقصى أنواع الانتهاكات، ونتطلع دائما لأن تكون للمرأة الفلسطينية صوت حاضر في كل المحافل. نعم، من عمان سعادة السيدة حنان فردان عضو مجلس النواب، كل الشكر لك.